الجهاز البولي رينال سيستم. الجهاز البولي ده من الأجهزة المهمة جدا في الجسم، زي ما مبين في الفيديو، مكون من كليتين، كل كلية خارج منها حالب يوريتر، والحالبين بيصبوا في المثانة تحت، والمثانة بيطلع منها اليوريثرا اللي بتاخد البول إلى خارج الجسم. أول حاجة الكلية. الإنسان عنده كليتين، والكلية هي العضو هام جدا جدا في الجهاز البولي، وتعتبر عضو هام جدا جدا في الجسم، مسؤولة عن الحفاظ على الجسم من المواد الويست برودكتس أو المواد الضارة، والحفاظ على المواد النافعة على أن تبقى داخل الجسم. فالكلى عبارة عن توأم توين مزدوجة وبين شيب، شكلها شكل الفولة زي ما واضح كده في الفيديو قصادكو، وبتشتغل كفلتر لفلترة الدم، بتعمل فلترة للدم، بتاخد منه المواد الضارة وتطردها خارج الجسم على شكل البول، وبتحافظ على المواد المفيدة للجسم عشان تبقى في الدم. فعملية الفلترة للدم بتحافظ على قلوية الدم، وتحافظ على الحجم، وتحافظ على تركيز المواد الموجودة والضغط داخل الأوعية الدموية. وزيها زي الأعضاء المهمة جدا في الجسم، القلب والكبد، موجودة تحت القفص الصدري عشان تحمى بواسطة الريبس اللي هي الضلوع، فهي محمية من جهتين بالضلع رقم 11 و 12. وبكده نلاقي أن الدم بيدخل الكليتين، أول ما بيدخل بيكون محمل المواد الضارة أو غير النافعة من الجسم، وبعدين يخرج من الكليتين، يخرج من الكليتين نظيف مفلتر، وتخرج المواد الضارة أو غير اللازمة، يعني الزيادة عن اللزوم، من الجسم عن طريق البول. والشغلانة دي بتتم بتقنية عالية جدا وخطوات معقدة داخل الكلية، بحيث الكلية تقدر تميز المواد النافعة وتحافظ عليها في الجسم في الدم، وتميز المواد غير النافعة أو المواد حتى النافعة لو كانت زيادة عن احتياج الجسم وتخرجه في البول. وعشان كده الكلية مركبة من تركيبة معقدة من كذا طبقة، زي ما واضح في الفيديو، طبقة خارجية كورتكس أو القشرة، وتحتها مضلة أو مديولة، وبعدين في البلفيس أو الحوض، ومرتبط الحوض ده عن طريق الحالب إلى المثانة ثم إلى خارج الجسم. وبيدخل الدم عن طريق شريان اسمه الشريان الكلوي، ويخرج من الكلية بعد كده مفلتر عن طريق وريد اسمه الوريد الكلوي. شغلانة الفلترة ديت بتتم عن طريق وحدات دقيقة جدا داخل الكلية، وهذه الوحدة موجودة تقريبا مليون وحدة في كل كلية. هذه الوحدة الدقيقة اللي موجودة بالمليون في الكلى اسمها نفرون، وهي موجودة في الطبقة الخارجية للقشرة الكورتكس، وبتمتد إلى داخل المظلة، ومنها بتتجمع أنابيب بتشيل في النهاية البول حامل المواد غير النافعة والمواد الزايدة عن حاجة جد الجسم إلى البول. وهذا النفرون بيشتغل بنظام معقد جدا بحيث يحقق النتيجة اللي هي إنه يخلص الدم من المواد الزائدة عن احتياجات الجسم أو الضارة بالجسم، ويحافظ على المواد النافعة تبقى في الدم. النفرون في بدايته كده حاجة زي قمع، والنفرون هنا مرسوم باللون الفايولت البنفسجي، فالدم يخش على هذا القمع ويروح تارك المحتويات بتاعته، ما عدا طبعا كرات الدم الحمراء والجزيئات الكبيرة اللي هي البروتينات وما إلى ذلك. محاولة لتبسيط الموضوع عشان نفهمه، تخيلنا ان الحزمة الدموية واسمها جلوميرلس هي اللي موجودة على ايدينا الشمال وباللون الاحمر، ده الدم اللي داخل الى الكلي، وعلى ايدك اليمين اللون الازرق بومنز كابسول اللي هو القمع اللي ايه اللي في بداية النفرون. في المنطقة دي الخلايا اللي بتفصل الاتنين من بعض مخرمة بورس، يعني فيها خروم ثقوب صغيرة جدا جدا، هذه الثقوب الصغيرة بتسمح بجميع مكونات الدم انها تترشح الى الجهة التانية الى القمع، ما عدا الكرات الدم الحمراء والماكروميلوكيولز اللي هي الجزيئات الكبيرة،
وده ليه؟ لأن الجسم لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنه يستغنى لا عن كرات الدم الحمراء ولا عن الجزيئات الكبيرة زي البروتينات، وإنما فيما عدا ذلك جميع المكونات في الدم الجسم يا إما ما يكونش عايزها يا إما محتاج قدر معين منها. فعشان يعرف الجسم يروح مفلتر كل ده، الحاجات اللي هو بيحتاجها بس بكميات محددة أو اللي محتاجهاش بيفوتها إلى القمع. دي أول خطوة. تاني خطوة بتيجي بعد كده، القمع بقى فيه الفلتريت، المادة المفلترة، بيبتدي هو يشوف ايه المكونات الموجودة في الفلترة دي. سكر، ده الجسم بيحتاج السكر، يروح ساحب مرة تانية ري ابسوربشن ويروح ساحب الايه المادة، مادة السكر. صوديوم، ده الجسم بيحتاج صوديوم، يروح ساحب مرة تانية الصوديوم. اليوريا نفس الحكاية، كل المواد والمية الووتر يبتدي يسحبها مرة تانية، بس ما بيسحبهاش كلها وانما بيسحب جزء منها، لان في هذه المرحله متوقع ان الجسم بيحتاج الحاجات دي كلها بس ما بيسحبهاش كلها لان يمكن الجسم محتاجهاش كلها. طب نعرف ازاي الجسم يحتاجها ولا لا؟ في خطوه بعد كده تقنيتها عاليه شويه وتحت تاثير هرمونات. الجسم محتاج ميه، لسه في هرمون بيفرز عشان يخلي المية تمتص تاني الى ان يشبع الجسم. الجسم محتاج صوديوم تاني، نفس الشيء يمتص صوديوم تاني لحد ما يشبع احتياجات الجسم وهكذا. انما الجلوكوز من الحاجات اللي الجسم بياخدها مرة تانية كلها، لان الجلوكوز بصفة عامة الجسم محتاجه عشان يدخل في الطاقة ويدخل في تكوين مواد التخزينية للطاقة. فالجزئية الدقيقة اللي اسمها نيفرون اللي موجود منها يجي مليون في كل كلية، مكونة من أجزاء مختلفة، كل جزء بيقوم بمهمة معينة. الجزء الأولاني اللي هو القمع بيروح واخد كل مكونات الدم ومفلترها، والجزء الثاني يبتدي يرجع تاني للدم المواد اللي يشعر إن هي مهمة للجسم. الجلوكوز مهم ياخده كله، الأملاح والمية بياخدها بس مش كلها لان الجسم بيحتاجها بس مش الا بكميات محددة. والجزء التالي بيقوم بعملية كيميائية معقدة وفيسيولوجية معقدة تحت تأثير هرمونات، من خلالها بيقدر يحدد احتياجات الجسم من الصوديوم والمية والبوتاسيوم وما الى ذلك، وبناء عليه بيمتص الكمية المحددة اللي محتاجها الجسم، والزيادة بيسيبها تخرج الى القنوات النهائية اللي هي collecting duct، ومن collecting duct بتكمل مسارها تخرج على هيئة بول في الحال. وبكده يبقى خلصنا الدم من المواد الضارة والمواد الزايدة عن حاجة الجسم وخلصناها وخرجت في البول. طب نرجع لعملية الفلترة اللي بتقوم بها الكلية في هذا الجهاز الدقيق اللي اسمه هو لولب، شكله لولب كده، اسمه لوبوفين. يعني هذه العملية خطيرة جدا، ولو اختلت حياة الإنسان بتختل وممكن الإنسان يموت، ولأنها خطيرة جدا فهذه الوحدة الدقيقة التي لا ترى إلا تحت الميكروسكوب مزودة بإمكانيات وآليات وتقنيات وأجهزة حساسة جدا عشان تعمل حسبتها وما تلخبطش النسب ما بين الدم والبول، ما تنزلش حاجة مهمة في البول ولا تسيب حاجة مش مهمة أو ضارة في الدم. طيب الشغلانة دي بتتم ازاي؟ دول في شوية الأنابيب والرسومات اللي مرسومة قصادنا دي، ده شوية أنابيب يعني بسيطة بتعمل الشغلانة دي ازاي. فعشان كده هحاول انا اوضح الموضوع ده بشكل مبسط على اساس ان الشخص العادي يقدر يستوعب ويشوف مدى الاعجاز ومدى القدرة التخليقية بتاعت الصانع عز وجل في هذه الوحدة الدقيقة جدا التي لا ترى بالعين المجردة. هي الجزئية اللي أنا هتكلم فيها ديت اللي هي الخاصة بكيفية إن هذا الوحدة الدقيقة جدا اللي موجود منها مليون في الكلى بتستطيع إنها تميز وتحدد ما يحتاجه الجسم ولا يحتاجه وهي مجرد أنابيب وخلايا بسيطة جدا. هذا الموضوع في تفاصيل
هعملها او عملتها في فيديو بشكل مبسط بحيث ان اي واحد يستوعبه، بحيث ان اي واحد يشوف هذا الفيديو يدرك قدرة الله سبحانه وتعالى وكيف انه منظم كل شيء في جسم الانسان بحيث تنتظم حياة الانسان بالشكل السليم. ولان هذه الجزئية قد لا تهم الكثير او لا تهم الجميع، فبالتالي هي موجودة في فيديو منفصل، اللي يحب يبقى يشوفه ان شاء الله لما ننزله خلال الاسابيع القادمة. واشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.